الدول الأخرى. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه بإمكان مملكة السويد، وخصوصا أن هذه المرة الثانية التي يقوم بها هذا الشخص بالإساءة للمجتمعات الإسلامية، أن تأخذ بنظر الاعتبار مصالح مملكة السويد. لهذا يعني لا أفهم يعني مسألة تمادي السلطات السويدية بتأمين الحماية لهذا الشخص، على الرغم من أنه هذا الشخص واضح جدا أنه لديه أزمة نفسية واضحة جدا. تصريحاته كلامه تشير على أنه يعني شخص مدفوع. وبالتالي إذا ما عدنا إلى يعني على الأقل على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، نلاحظ أنه دائما يريد أن يثير أزمات من خلال أزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، أو أزمة بين الإسلام والمسيحية. لهذا أنا أعتقد يعني وجوده هو سيؤثر بتأثير مباشر يعني على الأقل على مصالح مملكة السويد، والسويد لديها مصالح كبيرة في المجتمعات الإسلامية، وخصوصا كما قلت يعني بمجرد تهديد وتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية بينهم وبين السويد، اضطرت السويد أن تقدم اعتذار باسم ملك السويد آنذاك، لأن هناك ضرر كبير ربما سيلحق بقطع العلاقات مع السعودية، فما بالك بعلاقات بين السويد وعدد كبير من الدول الإسلامية الكبيرة. نعم. وفي مقدمتها طبعا كما قلت لديها أيضا مصالح مع إيران، مع مصالح كثيرة خصوصا في منطقة الخليج. لو كان هناك موقفا موحدا أنا أعتقد أن السويد ستخضع، ولكن للأسف الشديد في هذه الأزمة لاحظنا أن الأزمة اقتصرت على العراق بالتحديد، وخصوصا على التيار الصدري في بداية ترامب. اليوم لاحظنا أن هناك دعوات لتظاهرات مماثلة للتيار الصدري، ولكن أنا أعتقد أن يعني موقف السيد مقتدى الصدر التيار الصدري كان موقفا مسؤولا، لأنه بالنتيجة السيد الصدر هو ابن مرجع ديني، وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن الإسلام وعن يعني القرآن الكريم. نعم.